مواطن مكلخ سيكريتير ديال محمد السادس في البلد الانعاش ليه قال لي نعم سيدي المواطن مكلخ. دخلت عند الحارس العام اعطاني النمره هي قال لي عيط عليهم النمره عندهم مشدوده بلاد ما عرفتش واش حنا حيوان ولا بشر واش هذه كوري واش كوري ولا سبيطار ولا شنو هو واش عسموها محمد السادس على العيده واش حنا مواطنين ولا حيوان ولا فيران ولا كلام ولا خطوط حسبي الله ونعم الوكيل. ما عندنا لا صحه لا والو في طنجه. محمد السادس ولات كوري يا عباد الله واللي يبغى والديه ولا خوتو ولا العائله ديالو تموت يجيبها لمحمد السادس. شي كينتحر وشي كيموت بلا الاكسجين شي بلا دواء. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. واش كاين شي مراقبه واش كاين شي تفتيش وعباد الله ولا حنا كنموتوا وبنادم غرادي مجبداهم والله لا كلشي مريض ما داوهاش فينا كاع. ها هو النمره والله ما خدامه بالله ما خدامه. عطاني الحارس العام الاداره قال لي عيط عليهم باش يجاوبوك على مهمك واش مريض ولا مزيان ولا مات تا واحد. مشيت عند الاخر ليه وقال لي يا عم سيدي مواطن مكلخ والمواطن ولينا حنا مكلخين. وقال لي ما خدامش معاكم انا خدام مع الشركه اللي بغى يموت يطلع السطح. قال لي الحارس حارس ديال الباب اللي كيدخل عند المستعجله دابا عجيت من عنده.